طب في حركات في اليوجا ممكن نستخدمها انك انت تنهي بيها يومك او تبدأي بيها يومك كنوع من تصفي ذهنك، وتبقي عملتي اللي هو حتى ولو 10 دقائق كده جريتي الدورة الدموية. وفي طبعا تمارين بتبقى لا تمارين بجد بقى يعني، وفيها بقى تقفي على ايدك او يعني فيها بقى حاجات زي اللي شفناها بتاعتك دي في مرحلة تانية خالص. التمارين البسيطة دي الناس دايما عندها اعتقاد انه اليوجا يبقى لازم مسرحش، لازم افصل عن اللي حواليا. لا على فكره انا ساعات بعمل التمارين دي وبسرح عادي. هل انا كده غلط ولا ده بيحصل مع ناس كتير؟ لا طبعا هو مش غلط. مبدئيا مفيش حاجه اسمها ناس فاكره ان انا لازم اوقف تفكير، مفيش حاجه اسمها اوقف تفكير. المخ شغلته ان هو مصنع افكار، هو طول الوقت شغلته ان هو يفكر. فانت اللي بتعمليه ان انت بتبي ان كنترول اوف ذا، انت بتتحكمي في افكارك، بتختاري، بيبقى عندك الاختيار تعملي ايه بالفكره اللي عدت في دماغك. هل انا هبقى متمسكه بيها قوي او في اتاتشمنت للفكره فافضل ماشيه ورا الفكره واخليها هي اللي تاخدني في مسار معين من التفكير، ولا انا هبعد عن الفكره هفصل نفسي عنها؟ لان الناس فاكره ان انا عقلي، لا انا مش عقلي، انا الروح دي. لكن عقلي ده هو ليه فانكشن معين المفروض نحطه في الاستخدام الصحيح. فلما انا هبتدي اتعلم اعمل حاجه اسمها مايندفولنس، ان انا ابقى present او حاضره في اللحظه الحاليه اللي هي اللحظه الوحيده الحقيقيه في حياتنا، مش ما عنديش قلق على المستقبل، المستقبل ده ممكن يكون كمان ساعتين، عندي ميعاد كمان ساعتين هعمل ايه، او قلق من امبارح او زعل او حزن على حاجه فاتت. فانا لما بكون حاضره في اللحظه ببتدي اراقب الافكار وهي معديه في بالي. في اللحظه دي بتبتدي تعرفي بتبقي انت المتحكمه في العقل، مش هو المتحكم فيكي. اذا كنت افكر اكمل تفكير ولا بالظبط اهدي الدنيا. المخ هو ده اللي بيعمل بعد كده ايموشنز، بيعمل لك مشاعر، سواء هي بقى مشاعر سلبيه او ايجابيه. فالفكره لما بتعدي في دماغك بتبتدي تعمل لك مشاعر معينه، وده السبب الرئيسي اللي بيخلي ناس مثلا تبقى في مود حلو جدا وفجاه مودها يقلب، انا مش عارف ايه اللي حصل. مخه بدا يفكر، جاب له خدوا اتجاه نوع تاني. من القلق او نوع من التوتر، او جاب لك يعني فكره مخيفه او مقلقه، لان هو شغله المخ انه يحميكي كمان، فدايما بيجنريت افكار مخيفه شويه. طب افرضي حصل كذا، طب وبعدين لو حصل، فبيبدا يجي لك شعور بالتوتر او الانزايتي. الشعور بيفضل والفكره بتروح، فبتفضلي وانا ليه متوتره، لان الفكره جت مش عارفه وراحت. انها فضلت بالظبط مكمله، الفكره جت وعدت ومشيت وسابت لك الشعور معاكي، فبتفضلي انت شعور القلق او التوتر او انا كنت كويسه مش عارفه مالي بقيت عامله كده ليه، لان الفكره جت سابت لك الشعور ده ومشيت، وهي كانت كل شغله العقل انه عايز يحميكي. طب يعني في الحاله دي لو انا عملت يوجا او عملت 10 دقائق حتى اي رياضه ممكن بقى ارجع مودي زي ما كان، انت لو اتنفس صح او يعني طبعا اليوجا هي التنفس. يعني انت بتقولي اما هقف على ايدي والفلكسبيليتي الفظيع، كل دي ده جزء واحد من اليوجا. في 8 limbs of yoga، دي حاجة واحدة بس من اليوجا، فرع واحد من فروع اليوجا. فالحركة مش هي كل حاجة. النفس من أهم الحاجات اللي بتوصلك للمايندفولنس، وهي كمان اللي بتخلي البراكتس بتاعك أو ممارسة اليوجا تبقى أدفانسد أكتر أو متطورة أكتر، بتوصلي لليفل أعلى شوية في حتى الحركات نفسها. فطبعا سؤالك بتاع 10 دقايق يوجا، 10 دقايق والحركات البسيطة هو ده اللي احنا عايزينه مينلي. الحاجات التانية علشان توصلي بقى لفلكسبيليتي وتبني سترينث وكده، ده الفيزيكال ليفل. ده بياخد قد ايه بقى تقريبا يا رانيا؟ الفيزيكال ليفل الفيزيكال فيتنس طبعا كل جسم غير التاني، زي ما قلت لك ممكن مثلا واحدة تيجي مثلا نفسها تفتح سبليت 180 درجة، دي ممكن واحدة تاخد منها 4-5 كلاسز، واحدة تانية تاخد منها 2-3 شهور اللي هي مثلا على مدى 10-12 أكتر عدد حسب برضو عضلاتها وكده، حسب هي فين. بس الميزة انه النتيجة سريعة أكيد. يعني اليوجا فعلا، ودي حاجة أنا ملاحظاها، هي يعني مثلا لو ظهرك وجعك وقررت تعملي تمارين تقوي بيها عضلات ظهرك، أنت بتلاقي النتيجة فعلا من يعني مرتين ثلاثة بتحسي ان ظهرك فعلا اتفرد شوية. ممكن في اللحظة اللي بعرف اعملها
بس الباقي بتفرج عليه وانهج عشان ما تفهمينيش غلط. يعني ابقى سعيده بيهم ايوه انا بتفرج على الانستجرام انا مبسوطه لهم برضه بتنقليهم السوشيال ميديا برضه. لا وعايزه اقول برضه حاجه للمشاهدين انا ساعات كتير جدا ببقى مثلا عايزه اعمل بس زهقانه فاروح حتى اي حاجه يوجا فور بيجنرز انا هفضل المبتدئين طول العمر تقريبا انا كلنا لا ده كلنا على فكره كلنا مبتدئين كلنا هنفضل مش مبتدئين كلنا هنفضل ليرنينج بنتعلم عمر ما حد بيوصل اليوجا بحرها كبير جدا وهنفضل نتعلم. يعني انا بروح لغايه النهارده بروح لتيتشرز تانيين يوجا بتعلم حاجات جديده وهفضل اتعلم فور ايفر يعني.